السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. الفنان محمد الريفي يخرج عن صمته ويرد بقوة على أخيه، إليكم التفاصيل. فبعد ما خرج أخ الفنان محمد الريفي على الحساب ديالو ونزل ستوريات اللي خلقوا ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي كيف ما نزلت لكم في الفيديو اللي قبل، فالفنان محمد الريفي كيرد على الأخ ديالو ونزل ستوريات على الحساب ديالو اللي كيقول فيهم: حسبي الله ونعم الوكيل، في كل شخص من قريب يحاول تشويه صورة زوجتي المحترمة الماسونة اللي وقفت معايا كل هاد السنين وما زال واقفة معايا في هاد المحنة المرضية ديالي، ما تخلاتش عليا، جميلك فوق راسي، وقفتك معايا بحال الرجال، بكيتي وسهرتي وتكرفستي، الوحيدة اللي ما باعتنيش، انتي وما بغيتوني نبيعها، هادشي يرضي الله؟ جا الوقت اللي نرد لك الاعتبار قدام الله وقدام الناس، والله كنكتب هادشي، كنبكي بالآلام، كنموت، ما رحمتونيش، بغيتو تقتلوني، حرام عليكم. ومن بعد خرج الاخ ديالو على الحساب ديالو ونزل ستوري اللي كيقول فيه: كتحكمي في الهوا اللي كيشم، ما بقى غير الفيس والانستغرام ديالو، عقنا وفقنا، وراء كل رجل عظيم امراه، ما كاين ريحه العظمه في حاله خويا مسكين، كاين غير الدل والبكا والمرض، حالته كتبكي الحجر، غادي وكيضعف، علاش؟ علاش مضطرب نفسيا؟ لابس حوايج حالتهم، فين فلوسو عباد الله؟ يكي يقيل خدام في اسبانيا وايطاليا، عش الزوجية ما عندوش. سؤالي موجه للعقلاء وبنات الناس المحضية اللي ما يرضوش يزوجوا بنتهم لراجل بلا عائلته. من سوء حظك محمد الريفي عنده أم طاهرة متدينة كتضل تقيم الليل وتدعي ربي ياخذ الحق، قضيتها رفعتها الرب السماء وانتظري الرد من رب عادل جبار. أنا وإخواتي البنات وباقي العائلة والأصدقاء المقربين مبلوكين من حساب أخي الفنان محمد الريفي في الفيسبوك والأنستغرام منذ زمن، حيث ماشي خويا اللي كيسير الفيسبوك والأنستغرام ديالو وماشي هو اللي كيجاوب على الناس اللي عنده في الصفحة. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.